ونصف من العاصمة بغداد، سيما المناطق التي تقع ضمن قطاع بلديتي الغدير وبغداد الجديدة. طول المشروع هو 12 كيلومتر و 630 متر، يتألف من ثلاثة أقطار أنابيب كونكريتية مسبقة الصاب، تبدي بقطر 2200، قطر 2800، قطر 3600. يربط بين محطة الحبيبية ومع مشروع الرستمية، مشروع معالجة الرستمية. تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها أمانة بغداد للارتقاء بواقع قطاع المجاري في العاصمة بغداد، وقد أحالت تنفيذ عدد كبير من المشاريع المهمة وباشرت بتنفيذ أخرى، ومنها خط القدس في مدينة الصدر، وكذلك تحديث شبكات المجاري في عموم مدينة بغداد التي من شأنها تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي. بهدف النهوض بواقع العاصمة وتقديم أفضل الخدمات لساكنيها، باشرت أمانة بغداد بتفعيل الجهد الخدمي الليلي في العاصمة بغداد الذي يبدأ من الساعة 8 مساء وحتى 2 بعد منتصف الليل. بلديات الكاظمية والرصافة والكرادة والصدر الأولى والثانية بدأت كأولى الدوائر البلدية بتنفيذ وجبة العمل الليلية التي ستكون مكملة لوجبات العمل الأخرى الصباحية والمسائية. هذا الجهد يغطي المنطقة التجارية المركزية لمنطقة الرصافة وينتشر على الرقعة الجغرافية، شارع الرشيد، شارع السعدون، شارع النضال، شارع الجمهورية، شارع فلسطين، شارع الجهاد، إلى باب المعظم، إلى ساحة الفردوس، ويتركز بالمناطق المركزية اللي هي السوق العربي، الرصافي، حافظ القاضي، اللي رفع النفايات والأنقاض اللي تخلفها الأسواق التجارية المركزية ضمن القاطع بلدية الرصافة. في بغداد استثمرت حالة خلو الشوارع من المركبات وإغلاق المحال التجارية لأبوابها ليلا للقيام بحملات تنظيف الشوارع والأرصفة ورفع المخلفات لتبدو صبيحة اليوم التالي بحلة جديدة، وكذلك إعطاء مرونة كبيرة للآليات التخصصية التابعة لأمانة بغداد في الدخول إلى الشوارع الرئيسة التي تشهد زحاما كبيرا خلال فترة النهار ما يتسبب بإعاقة عملها. اليوم بدأنا بخطة الجهد الليلي للأعمال النظافة وغسل الشوارع وسقي الحدائق أيضا. بالحقيقة بدايتنا بهذا اليوم كانت الحمد لله بداية قوية، وهذا طبعا هو الجهد البلدي. بالحقيقة كان من المفروض أن يكون ليلا حتى يكون معظم المحلات قد أقفلت أبوابها، المارة قليلين، المركبات قليلة، تسهل عملية التنظيف وتنظيف الشوارع والأزقة والقترات والأرصفة والجزرات الوسطية. بنهارا نعاني معاناة من وقوف السيارات من ازدحامها، ليلا يكون التنظيف أسهل وأفضل. تقوم دائرة بلدية الصدر الأولى بقسميها، قسم النظافة وقسم المجاري، بحملة ليلية للتنظيف وتنظيف المحلات السكنية والشوارع الستينية والرئيسية من خلال جهد ليلي متكون من جهد ذاتي. عدد الكابسات بحدود 15 كابسة، يبدأ العمل من الساعة 8 مساء وحتى 2 بعد منتصف الليل. تنسيق بين أمانة بغداد وقيادة عملية بغداد أسهم في تفعيل هذا الجهد الخدمي تماشيا مع الاستقرار الأمني الكبير الذي تعيشه العاصمة بغداد للقيام بعمليات التنظيف ورفع النفايات والأنقاض وإزالة التجاوزات الحاصلة على الشوارع والتي تسببت بعرقلة حركة السير والمرور. جهود متواصلة لملاكات أمانة بغداد لإكمال ما بدأت به ضمن خطتها الاستراتيجية لإكساء أكثر من 100 شارع رئيس و126 محل سكنية بهدف الارتقاء بواقع قطاع الطرق وتأمين انسيابية حركة السير والمرور. تقوم دائرة المشاريع أمانة بغداد بتطوير شارع أبو ذر الغفاري بإكساء والقالب الجانبي. طول الشارع 4.5 كيلو. انجزنا 3.5 كيلو، عملنا المواد مالتنا مطابقة